صباح الخير. الكريب كويس جدا للفطار وللعشاء وللحلو، لكن لو ممكن نعمله بطريقه ان هو يبقى هو كل حاجه في طبق واحد. يعني انا لو حبيت اعمل كريب مع الموز في الحاله ديت، كل اللي بحتاجه ان انا اجيب موز واستعمله مع عجينه الكريب، يبقى هقشر هنا الموز وبحطها في قلب العجان او بهرسها بايدي، لو حابب بهرسها بايدي بهرسها بايدي، او بحطها هنا في قلب العجانه بحيث ان انا افرمها وبعدين احط عليها المكونات اللي عايز اعمل بيها الكريب. الكريب عموما او البانكيك بيحتاج بيض، بيحتاج دقيق، حطينا شوية، وطالما بستعمل البيض وفي ناس ما بتفضلش طعمه بحط عليه شوية صغيرة من الفانيليا، شوية دقيق، اساس كل دول هيبقوا الخليط اللي هيعمل لي العجينة بتاعتي، وحليب، نص كوباية حليب، نص كوباية دقيق، بيضتين بيكونوا كافيين جدا، وصباع موز على اساس اعمل بيهم الكريب. بخلطهم، ده بيرمي على اني انا اصفيه لو في كتل او كلاكيع، تأكد ان ما فيهاش اي كتل او كلاكيع، وتأكد ان سمكتها بتكون سميكة كفاية. لو حسيت انها بتكون مش يعني غليظة ممكن اخفعها بشوية صغيرة من الحليب، والسبب ان انا عايز اعملها اللي هو الكريب يبقى رؤية، لو بانكيك يبقى تقيل، مجرد ما ننزله في الطاسة يسبك، الكريب ممكن يمشي في الطاسة. نشوف هنا فيها اي كتل، مفيش اي كتل، دي هتبقى جاهزة ان انا استعملها واسويها في قلب القلاية. القلاية فيها شوية صغيرة من الزيت، مش كمية كبيرة، يا دوبك حبة صغيرين، وممكن حتى بعد ما بحطها واحطها كده ارجع الزيت تاني، يعني بعد ما اعملها كده واتأكد انه الزيت غطاها، حاجة من الاتنين، يا اما بجيب ورقة وبمسح القلاية واخلي الورقه ديت هنا اهوت عشان استعملها مره كمان، او بعدين احط حبه تانيه من الزيت. لو عايز اتاكد انه كله بيبقى حجم واحد بستعمل مثلا معلقه وبحطها في قلب النص، وبعدين باجي وزي ما قلت بحطها او بحركها في كل الاتجاهات لغايه لما تغطي اللي هم السته او السبعه سنتي او سبعه انش اللي هم حوالي 25 سنتي بتوع القلايه. وعلشان هو كريب بيبقى رقيق جدا وبقلبه على الناحيتين، بس اتاكد ان الناحيه استوت، وما بقلبوش الا لما احس انها ممكن يتقلب من غير ما يتقطع، يبقى اعملها كده اهوت واحس انها ممكن تطلع في ايدي، يبقى سهله انها ممكن اقلبها، وبحرك الطاسه، لو اتحرك كده اهوت يبقى سهل ان هو ممكن يتقلب، استنى شويه وبعدين نمسكها ونقلبها الناحيه الثانيه. يبقى انا عندي هنا اهوت ده الكريب، ومش محتاج ان انا استعمل زيت تاني، يعني ممكن استعملها في اول مره وبعدين ممكن هي نفسها بتتقلب بسهوله، حطها كده اهو. ودوت اللي انا محتاج احشيه. الحشو بيكون بنفس الفكره ونفس الطعم، بحط هنا شويه من الموز بقطعهم وبحط عليهم عصير ليمون عشان لونه ما يغيرش، مهم جدا ان انا اول ما اقطع الموز احط عليه عصير ليمون، عصير ليمون هيخليه مزز. ناخد قطعه الكريب اللي احنا عملناها هنا، بحطها في قلب الطبق اللي هقدمها فيه، وباخد شويه من الموز اللي احنا عاملينه، وزي ما قلت ان هو لما بحطه بالطريقه ديت بيبقى طعمه مزز، فبسكره تاني بشويه من جوز الهند، يبقى جوز الهند ممكن يكون هو قايم بدور السكر، حسب انا عايز اعمل كام واحده، الفكره وصلت، وممكن احط عليه اما عسل نحل، عسل اسود، او دبس من التمر. يبقى عرفنا دلوقتي نعرف نعمل ازاي كريب مع الموز محشي فيه وكمان معاه في العجينه. سهل سريع، جربوه، يخلي يومكم وصباحكم ان شاء الله اطيب.